عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد في مقر النادي الأبيض من أجل تقديم الصفقات الجديدة، والذي يأتي على رأسهم الثنائي عبد الله جمعة ومحمد الشامي المنضمين حديثا للفريق الأبيض من إنبي، بجانب محمد رمضان المنضم للفريق الأبيض من بتروجيت. ومن المقرر أن ينضم لاعب الزمالك الجدد اليوم عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي إلى معسكر الفريق المقرر إقامته بداية من اليوم حتى 30 من أغسطس الحالي في التجمع الخامس من أجل الاستعداد للموسم الجديد، والذي يتخلله ما يقرب من 4 مباريات ودية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الناقد أحمد توفيق الناقد الرياضي بجريدة اليوم السابع. مساء الخير يا فندم. ممكن تدينا تفاصيل عن مجريات مؤتمر الصحفي اللي عقده المستشار مرتضى منصور؟ طبعا نادي الزمالك النهارده برئاسه المستشار مرتضى منصور عقد مؤتمر صحفي لتقديم الصفقات الجديده واللاعيبه العائده من الاعاره. كان موجود في المؤتمر 20 لاعب ما بين عائد من الاعاره وما بين صفقه جديده، احدثهم طبعا احمد فضالي اخر صفقات الزمالك اللي انضم بشكل رسمي امبارح بالليل. المستشار مرتضى اتكلم في المؤتمر عن بعض الامور الهامه، اتكلم عن نصيف شيكابالا وان هو مدي شيكابالا مهله لحد الساعه 10 بالليل علشان خاطر يحدد موقفه النهائي، هل مستمر ولا هل هيوافق على العرض السعودي. اتكلم عن الصفقات الجديده واكد ان الزمالك حاول ان هو يدعم صفوفه في كل المراكز، وهاجم بعض الناس اللي بيقولوا ان الزمالك يتعاقد مع الصفقات بدون دراسه او بدون وعي، ان هو ما كانش في دراسه للاماكن اللي محتاجه دعم. قال ان هو دعم كل الصفقات ورد على الناس اللي قالوا ان الزمالك محتاج باك يمين وباك شمال، هو بيأكد ان هو جاب مؤيد العجان طبعا باك يمين منتخب سوريا وزميله برضه في المنتخب شبلي باك شمال. فمستشار مرتضى النهارده وضح كل الامور بالنسبه للجمهور، واعتقد يعني ان المؤتمر النهارده كان رد على استفسارات كتير جدا لجماهير الزمالك. طيب ماذا عن مدرب الزمالك القادم بعد ان فشلت المحاولات مع بيتوركا، والان يعني احنا عارفين ان في محاولات لضم اوتوري؟ لا الحقيقه المفاوضات مع البرازيلي اوتوري خلاص فشلت بشكل رسمي، الراجل طلب $1,400,000 والزمالك اعتمد على المبلغ. المفاوضات فشلت نهائيا، ما بقاش خلاص هو اللي هيجي. دلوقتي في اكثر من مرشح على راسهم البلجيكي فرانك ريني هو المرشح الاقرب. ودائما اختلافات المستشار مرتضى منصور مع المدربين بيكون على العائد المالي، يعني القيمه الماليه فقط. هو المستشار مرتضى مش بيتفاوض مع المدربين، هو المدربين بيتفاوضوا مع في الغالب يعني مع احمد مرتضى منصور. هو الوحيد اللي كان فيه تفاوض مباشر معاه كان بيتوريا، ولكن برضه كان المفاوضات في الامور الماديه مع احمد مرتضى منصور. مش بيبقى بس خلاف على الامور الماديه بس، بيبقى في خلافات على الجهاز المعاون، بيبقى مدرب عايز عدد كبير من الجهاز. احنا في مصر هنا مش متعودين ان احنا يبقى فيه جهاز 5 أو 6 اجانب، متعودين ان هو بيبقى فيه مدرب معاه مساعد وبقيه الطقم بيبقى مصري. المدربين الكبار اللي بيقبضوا بالملايين زي ما احنا بنقول ما عندهمش النظام دوت، الناس دي بتيجي بطقم كامل، بيجي بعدد كبير جدا من المدربين. فاحنا بالنسبه لنا احنا مش متعودين على كده، وبيبقى ده بالنسبه لنا نقطه خلاف كبيره. واعتقد الزمالك خلافه مع المدربين على تشكيل الجهاز بيبقى اكتر من خلافه على الفريق. طيب اخيرا استاذ احمد، هل تحدث المستشار مرتضى منصور عن ما يخص الجمعيه العموميه؟ نعم يا فندم، ما سمعتش السؤال. هل تحدث في المؤتمر الصحفي عن اي ما يخص الجمعيه العموميه؟ هو امبارح كان في مؤتمر صحفي خاص باللائحه بتاعت الجمعيه العموميه، ان شاء الله هتتناقش في الجمعيه العموميه الجايه، دعا خلالها الاعضاء ان هم يبقوا موجودين بكثره طبعا في يوم الجمعه الجايه في الاجتماع الجمعيه الطارئه. اتكلم عن بعض بنود اللائحه، قال ان اللائحه ابرز بنودها كانت خاصه بالترشح في مجلس الاداره، ان هو يبقى في تحليل مخدرات لكل الناس اللي ناويه تترشح. اتكلم في امور عديده جدا، منها ان هو ان النادي حاطط في اللائحه ان هو يعمل عضويه استثنائيه لاسر ضحايا الشرطه والجيش. في حاجات كتير طبعا اللائحه دلوقتي بقت موجوده متاحه للجميع ان هو يطلع عليها، لكن كل ده متوقف على ان الجمعيه العموميه تعتمدها يوم الجمعه الجايه. إن شاء الله. أستاذ أحمد توفيق الناقد الرياضي بجريدة اليوم السابع، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في النشرة الرياضية على شاشة أون لايف.